ازيكم عاملين ايه؟ انا ازيس وده فيديو جديد ليا. الفيديو بتاع النهارده بما ان خلاص احنا هنبدأ امتحانات هتكلم فيه عن ازاي بستعد لفترة الامتحانات وازاي بحاول ان انا اذاكر كويس. وكمان انا عايزه اقول لكم ان انا كلية تربية وفي كليتي انا مش بذاكر اي حاجة طول الترم لاني ببقى شغالة عملي طول الوقت وبنيجي بقى نذاكر على فترة الامتحانات، فحرفيا ببقى كأني اول مرة اشوف المادة. فهقول لكم الحاجات اللي انا بعملها علشان اخد احسن درجة. واهم حاجة ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير مع صحابكم وتشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. من اكتر الحاجات اللي هتساعدكم ان انتوا تبقوا مهيئين للامتحانات وللمذاكرة وكده ان انتوا تخصصوا يوم كامل قبل يوم المذاكرة بتاعت الامتحان، ان انتوا تنظفوا فيه كل حاجة، تنظفوا فيه عقلكم وذهنكم من اي مشاكل او من اي حاجة بتفكروا فيها واي حاجة شغلاكم ممكن انها تلهيكم عن المذاكرة، ان انتوا تبدأوا تنظفوا اوضتكم بحيث ان انتوا لو الاوضة نظيفة ده بيساعد كتير جدا ان انتوا تبقوا مهيئين للمذاكرة ويبقى عندكم استعداد نفسي كبير جدا للمذاكرة وتحسوا نفسكم مفتوحة كده. كمان لو انتوا نظفتوا المكتب بتاعكم ده هيساعد كتير قوي ان انتوا تلاقوا مكان نظيف كل حاجاتكم تبقى قدامكم. فخلاص احنا خصصنا المكان ده للمذاكرة. اكيد سمعتوا كتير ان يفضل ان احنا نذاكر بعيد عن السرير، بعيد عن اوضة التلفزيون، بعيد عن السفرة، اي مكان مربوط في ذهننا بعمل شيء اخر. بمعنى ايه؟ ان احنا سمعنا كتير ان احنا بلاش ان احنا نذاكر على السفرة عشان ما نحسش ان احنا جعانين، فدايما طول ما احنا شغالين في المذاكرة نحس ان احنا عايزين ناكل، او بعيد عن السرير عشان ما يشدناش للنوم. طبعا مش كل الناس عندها يعني الإمكانية أو أوضتها مثلا أو الظروف بتاعة البيت مش بتسمح إنها تخصص مكان للمذاكرة، فعلى الأقل لو أنتم مضطرين تذاكروا على السرير هاتوا مثلا أي ترابيزة صغيرة تذاكروا عليها وتحطوها على السرير عادي، تحطوا الترابيزة دي على الأرض وكرسي طبلية مثلا تخصصوها للمذاكرة وتقعدوا على أي شلتة في الأرض، أي حاجة. المهم إن أي إن كان المكان اللي هتذاكروا فيه خلوه هو نفسه مهيئ للمذاكرة بحيث إن أنتوا تحطوا قدامكم كل الكتب اللي هتذاكروا فيها، كل أقلامكم، كل الحاجات اللي أنتوا هتحتاجوها. وطبعا ما تنسوش إن أنتوا تاخدوا دش سخن جدا كده من بالليل بحيث إن أنتوا تصحوا الصبح فايقين للمذاكرة وجسمكم رايق كده وتستعدوا للمعركة. من وجهة نظري احسن وقت تبداوا فيه مذاكره هو من الساعه 7 الصبح. تصحوا كده الساعه 7 بدري، لسه العربيات نايمه، لسه مفيش دوشه في الشارع، مفيش دوشه في البيت، لسه مخكم فاضي فعنده استعداد ان هو يستقبل كل المعلومات. فبحب دايما ان انا اذاكر من الساعه 7 لحد الساعه 12. اول لما بصحى على طول بلم شعري وبحاول ان انا افوق نفسي، اكون لابسه لبس برضو مريح وبيدفيني علشان احنا بنبقى في الشتاء والجو برد، فلو احنا جسمنا بردان مش هنعرف نركز في المذاكره. وطبعا بنبقى لسه صاحيين فعايزين نغسل وشنا واستنى ومرطبين وشنا كده عشان بنحس ان احنا فايقين جدا. وكمان بحب ان انا ارطب ايديا كويس قوي علشان وانا ببقى ماسكه القلم بالذات في الشتاء بحس ان انا مش قادره اكتب اي حاجه بجد، وبحس ان ايديا متشنجه كده وكاني مش عارفه اتحرك، فبهتم برضو بترطيب ايديا. وطبعا ما تنسوش ان انتوا تاكلوا اي حاجه خفيفه قبل ما تذاكروا، تفاحه مثلا، تشربوا كوبايه شاي، ان انتوا يعني تاكلوا اي حاجه خفيفه، المهم انها تكون فاكهه او خضار علشان تعرفوا تبداوا مذاكره. بس بلاش ان انتوا تتقلوا في الاكل قوي لان انتوا لو اكلتوا حاجه تقيله على الصبح هتلاقوا نفسكم ان انتوا كده ايه اتبطيتوا وبقيتوا شبه البطه البلدي ورحتوا لمين الحاجه كده ودخلتوا تناموا. قبل بقى ما تيجوا تذاكروا شوفوا لو انتوا عندكم مشاكل في عينيكم، مشكلة الجفاف مثلا، او انتوا بتستخدموا اللابتوب او الموبايل كتير قبل ما بتذاكروا، لازم تعملوا حاجة مهمة جدا ان انتوا ترطبوا عينيكم. ترطيب العين دوت بيخلي عينينا اهدى شوية وبتخلي ان احنا عينينا قادرة تستحمل لمدة اكبر شوية ان احنا نبذل بيها مجهود، لان العين لما بتفضل مثلا بصة في الموبايل كتير، بصة في اللابتوب كتير، الضوء اللي بيبقى موجود في الاجهزة دي بيجفف العين قوي، بالذات كمان لو احنا بنعتمد عليهم في المذاكرة فهناخد وقت طويل. فهاتوا قطرة كده اسمها سولو فريش، استنوا اوريها لكم كويس، ده شكلها، هتلاقوها في اي صيدلية سعرها تقريبا 30 جنيه. حطوا منها كذا مرة في اليوم عادي بس يعني ما تكتروش عن 3 مرات، حطوها واستنوا ربع ساعة لحد ما العين تهدى كده لانها بتزغلل العين شوية، وبعد كده ابدأوا مذاكرة. وطبعا حطوها بعد ما تغسلوا وشكم عشان لو حطيتوها قبل ما تغسلوا وشكم هتمسحوها، ولازم طبعا ايديكم تكون نظيفة وعينيكم ووشكم يكون نظيف وانتوا بتحطوا القطرة دي.
هنبدأ بقى نذاكر، هنكون محضرين معانا كل الكتب بتاعتنا، كل الملخصات والأقلام والمساطر والهايلايترز وكل الكلام ده كله، بحيث ان انا مش كل شوية اروح اقوم واجيب حاجة من بعيد واتشتت. بستخدم دايما قلم هايلايتر واحد بس، لان كتر الهايلايترز بيخليني ان انا اركز على حاجات ملهاش لازمة، فبستبدلهم بأقلام فلوماستر، هوريكم بستخدمها ازاي في قدام في الفيديو. وطبعا ببعد عني الموبايل تماما، ولو انا مثلا هحتاج اسال عن اي حاجه او استفسر عن اي حاجه من جروب الدفعه، ببدا ان انا اجمع كل الاسئله دي في الاول قبل ما ابدا مذاكره، بحيث ان انا ابقى قاعده النص ساعه اللي انا هذاكرها دي خلاص هي مذاكره ومش هقوم من مكاني وبس على كده لحد وقت البريك. ازاي بقى بخصص وقت للمذاكره؟ ما ينفعش ان انا افضل اذاكر بالساعه والاثنين متواصل، هي نص ساعه مذاكره وعشر دقائق بريك كل شويه، نص ساعه مذاكره وعشر دقائق بريك. وفي العشر دقايق دول تقدروا ان انتوا تتفرجوا مثلا على فيديو يحمسكم للمذاكرة، تروحوا تاكلوا حاجة خفيفة، تشربوا مية، تتحركوا، تعملوا ستريتش لجسمكم كده يعني. نفترض بقى ان انا عندي 3 ايام مثلا قبل المادة، هقسم الايام بتاعتي. اول يوم مثلا هاخد وحدتين، وكل وحدة هعد ليها كام موضوع واكتبه تحت الخانة بتاعت الوحدة دي. يعني مثلا لو الوحدة الاولى فيها 5 مواضيع، بكتب الوحدة الأولى اسمها وتحتيها العناوين بتاعة ال5 مواضيع، وكل ما بخلص عنوان من العناوين دي بعلم عليه بالهايلايتر. والمهم ان انا اخلص الهدف اللي انا حطيته اليوم ده، يعني انا النهاردة قلت هخلص وحدتين، وفي الوحدتين مثلا كل وحدة 5 مواضيع، يبقى لازم ان انا اخلصهم كلهم من غير دلع ومن غير اي تقصير. طبعا تاني يوم ببدأ اكرر نفس الموضوع. في طريقة كده بحب أعملها بتنفعني جدا، وهي إن أنا بجيب ستيكي نوتس، أو مثلا مش لازم ستيكي نوتس، يعني ممكن تجيبوا أي ورق أبيض تقطعوه كده بأحجام متساوية، والورق ده بستخدمه إن أنا بكتب فيه الأسئلة اللي أنا بتقف معايا وبعمل لها ملخصات. بجيب الأقلام الماركر أو مثلا القلم الفلوماستر بتاعي وأعمل أي رسومات أو علامات في الورقة البيضة دي، بحيث ان انا اربط السؤال اللي انا هكتبه بالرسمة اللي انا رسمتها، وببدأ اشوف الاسئلة الصعبة اللي وقفت قدامي واعمل لها ملخصات. وبعد كده باخد الورقة اللي انا كتبتها دي اللي فيها السؤال، بلزقها في الصفحة مكان السؤال بتاعها، يا اما بعمل مثلا شوية ورق كده مع بعض وادبسه كده واخلي شكله حلو، اراجعه بعد كده وافتكر ان الاسئله دي فعلا وقفت قدامي، واقرا الملخصات بتاعتها وارجع طبعا لمكانها في الكتاب، بحيث انها تثبت في دماغي بشكل اسهل. زي ما افترضنا ان احنا مثلا لو قدامنا 3 ايام على الامتحان، بحب ان انا اذاكر كل حاجه جديده في الماده في اليومين اللي معايا، وفي اليوم الثالث بفضل اذاكر اي حاجه جديده لحد الساعه 5 الظهر، ومن اول ما تيجي الساعه 5 باخد بريك شويه، وبعد كده ببدا مراجعه لحد الساعه 12 بالليل، لان انا لو ما راجعتش وفضلت اذاكر في حاجات جديده يبقى انا كده كاني ما عملتش حاجه وهنسى كل اللي انا عملته. ف بنام زي ما اتفقنا الساعه 12، ونفترض ان انا امتحاني الصبح الساعه 9، بظبط المنبه على الساعه 6 وبصحى من الساعه 6 لحد مثلا يعني قولوا 7:30، بفضل ان انا اراجع تاني كل الحاجات، وبلبس في نص ساعه لحد الساعه 8، ومن البيت للكليه بياخد ساعه، بوصل للكليه الساعه 9. فاكرين بقى الملخصات اللي احنا عملناها في الورق بتاع الستيكي نوتس دوت؟ الحاجات دي انا ببقى مجهزاها معايا في المواصلات، بحيث ان انا افضل اراجع عليها طول ما انا في الطريق، لان اكيد مش هقضي الساعه دي كده وخلاص يعني. فببدا ان انا اطلع الملخصات دي واذاكر طول الوقت لحد ما بوصل بس من الملخصات دي. ولو انا مثلا حاسه ان الملخص مش كفايه، ببدا ان انا ابص في الملخص وارجع تاني لمكانه في الكتاب، وبحاول ان انا ألقط كده الحاجات دي طول ما أنا في المواصلات، وبحاول إن أنا زي ما قلت لكم ما ذاكرش أي حاجة جديدة طول ما أنا رايحة في الطريق، لا ببدأ أراجع بس، لأن أنا لاحظت على نفسي كتير إن أنا بفضل أذاكر الحاجات الجديدة أذاكر الحاجات الجديدة وما راجعش، أخش الامتحان كأني فعلا أول مرة أشوف الحاجات دي. فأوعوا أبدا أبدا تستهتروا بفكرة المراجعة. في فترة الامتحانات لازم تهتموا إن أنتوا تناموا كويس جدا، وتناموا بعد ما تخلصوا مذاكرة على طول، بحيث ان انتوا ما تحطوش في دماغكم اي حاجة تانية ملهاش لازمة، اللي هو خلصوا مذاكرة وخشوا ناموا. كلوا بقى دايما سمك كتير ومكسرات كتير وكل الاكلات اللي هي بتساعد انها تقوي الذاكرة، عشان بالذات لو انتوا المواد بتاعكم يعني بتاعتكم فيها حفظ. وابعدوا خالص عن القهوة والمشروبات اللي هي فيها كافيين والحاجات اللي بتخليكوا تصحصحوا دي، لان هي ممكن تكون تأثيرها وقتي جدا، وتيجوا في الامتحان انتوا مش عارفين تكتبوا اللي انتوا ذاكرتوه. واهتموا زي ما اتفقنا بفترة النوم، وده عامة كان الروتين بتاعي اللي انا بعمله،
ممكن يكون ناس عندها اعتراضات على حاجات انا بعملها، ممكن يكون ناس بتعمل اي عادات احسن، فلو انتوا بتعملوا حاجات احسن من كده قولوا لنا عليها في الكومنتات. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعي والنصايح بتاعتي، الحاجات اللي انا بعملها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش لايك وشير واشتركوا في القناة يعني، واكتبوا لي كومنتات، لان الحاجات دي بتساعد ان الفيديو يظهر لناس اكتر. وبس كده، اشوفكم في فيديو جاي. باي باي. طبعا يا جماعة انا هنا في الفيديو ما كنتش يعني بذاكر بجد، انا كنت كده ايه يعني بظبط الدنيا في التصوير بقى وبتاع، عشان عارفة ان ممكن الناس تيجي تتري عليا تقولي هو انت كده بتذاكري، هو انت بتعملي ايه، انت بتعملي اي كلام. يا جماعة بصراحة انا كنت بعمل اي كلام، بس يعني هصور الفيديو ازاي كده، مكنتش عارفة اذاكر وانا بصور يعني. الفترة الجاية على فكرة مش عارفة اعمل فيديوهات كتير، وهحاول ان انا لما اعمل فيديوهات تبقى ليها علاقه بالمذاكره وكده، عشان الفتره الجايه فتره امتحانات. ربنا معاكم وربنا معايا، ودي خلاص سنه تخرجي، وربنا ينتعني بالسلامه كده ان شاء الله، لان انا بصراحه زهقت. وبس كده، انا مش عارفه انا ليه عماله برغي رغي ملوش لازمه. خلاص بقى، باي باي، اشوفكم في الفيديو الجاي.